الركلة الركنية، نلعب في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، ولا زال طبعا التعادل السلبي بدون أهداف. وادي الركلة الركنية الأهلوية تتلعب على طول، عرضية عالية خطرة مش ممكن، هل هدف؟ بالفعل هدف أول، بالفعل هدف أول في مباراة اليوم للنادي الأهلي. متابعة جيدة، متابعة جيدة، والهدف الأول في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. أدي بقى الكرة الحلوة والهدف الأول في أحداث المباراة مشاهدينا. إسلام عبد الله، إسلام عبد الله بيسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. أدي الكرة العرضية من الركلة الركنية واصطدمت بالعرضة كده، وحكم اللقاء مع المساعد يعني أشاروا إن هي عدت الخط. أدي العرضية، أدي اللقطة، وأدي الكرة، وأدي الرأسية، وأدي الكرة إلى داخل الشباك، إلى داخل الشباك علشان يتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في مباراة اليوم.